بسم الله. دلوقتي هنشوف في برنامج اول بلان ازاي نتعامل معاه. ولكن مثلا انا هرسم حائط، هروح للتولز الاركتكشر، اختار الحائط، ممكن ارسم اي نوع من انواع الحوائط، وليكن مثلا الخط واحد، ادخل في الخصائص بتاعته. هنا بيقول لي انت عايز كام طبقة، يعني مثلا ممكن اقول له انا عايز طبقتين او 3 طبقات او 4 او 5 زي ما انا عايز. وبحدد هل انا عايز لما ارسم الخط الاساسي بتاعي هيبقى على الحرف ولا في النص ولا شمال خالص. تمام، الارتفاع بتاعي الهاي بتاعي هيبقى قد ايه، ممكن ادخل كده وابدا احدد الارتفاع بتاعي هيبقى قد ايه. تمام، الاوفست بتاعي عن الارض قد ايه، مثلا 0.2 اهوت، دي سيكنس، ده الهاي. هل انت عايز لو انا عندي كذا طبقة ممكن اغير الكولر بتاع اي واحدة فيهم؟ تمام، في عندي هنا واحدة الهاي بتاعها مش مظبوط، هقول له خليها 2.5. تمام، او ممكن اخليها 3، ممكن اغير في السيكنس بتاعها زي ما انا عايز. تمام، اللي هي ان انا اتحكم في كل طبقة منفصلة عن التانية، تقدر تعدلهم زي ما انت عايز. ممكن اقول له وحدهم لي، انا عايز احدد الارتفاع، البريورتي اللي هي الاولوية لمين، التريد تبدأ تختار الماتيريال بتاعتها هيبقى ايه. تمام، بعد كده ندخل في الليارات الخاصة بتاعتها، هل انت عايز توحد البن في كله، توحد اللاين في كله، الكولر، او عايز تدي كل واحد فيهم كولر مختلف. الليارات تبدأ تشوف ايه اللير المناسب ليك وتحدد الخصائص بتاعته زي ما انت عايز، وبعد كده هتقول له اوكي وتبدأ ترسم الحواد بتاعك. تمام، وهنا ابدأ اقول له انا هرسم ناحية الناحية دي، يعني هيقلبها يمين ولا شمال، يعني شايف كده لما اجي اعكس هيخلي الحوائط تتعكس الناحية التانية، وهبدأ ارسم الحواد بتاعي. عايز ادوس شيفت لو انا عايز خط مستقيم، لما اخلص خالص بدوس سكيب اخرج من الامر. طيب لو انا عايز ارسم حائط مختلف شوية، اقول له انا عايز ارسم حائط بخصائص مختلفة، وليكن مثلا ليار واحدة، وتبدأ اشوف ايه الخصائص اللي انت عايزها، الماتيريال، التريد، الحاجات دي كلها. وبعد كده هبدأ ارسم الحائط بتاعي اهوت زي ما انا عايز. تمام، ممكن انا جاي ارسم حائط اقول له انا عايز ماتش بروبرتس، انا عايز اخد الخصائص بتاعت انهي حائط من دول، ده اللي انا هبدا ارسم نفس الخصائص بتاعته بالشكل دوت. طيب لو عايز اشوف الموضوع ده في 3D هدوس F4، الاقي المبنى معايا بالشكل دوت.